حياكم الله من جديد مشاهدينا. طبعا كلنا نعرف الشيف سكينة دائما مبدعة وأطباقها فعلا مميزة وغريبة، يعني فعلا كثير بتضيف لنا ونستفيد منها بالتأكيد. يعني اليوم مسويت لنا طبق البرك التركية، خلينا ننتقل لها ونحييها. حياك الله معنا شيف سكينة. أهلا، مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، مشاهدين القناة الأولى. اليوم نعملكم فطيرة تركية بناء على طلب من تابعاتي في الانستغرام. أنا صراحة مختصرة عليكم كثير أشياء، طرق وأشكال، بشرح معكم في المختصر الآن. كل شيء مشروح في هاشتاج سكينة في الانستغرام، كل شيء بشرح مفصل إذا فاتكم شيء. أولا أنا هي البركة التركية بتنعمل بعجينة مختلفة بصراحة، بس أنا اختصرت هاي العجينة لحتى أسهل وأسرع، لأنها بدها وقت ولازم تكون فعلا سمكها عن طبقتين من هون من هاي العجينة. هاي عجينة الكولاج لازم تكون سمكها عن طبقتين من هاي. فبداية أنا بدهنها سمنة، أنا هون دهنة الصينية، أوكي، بس بدي أدهن هاي اللي بتكون الوجه الثاني لفوق. طبعا السمنة تكون سايحة يعني، بس ما تكون هيك جامدة. أنا قصيتها صراحة على نفس حجم الصينية اللي أنا بدي إياها. أنا هون عاملة طبقات منها، وهون عاملة زي الرولات. أنت نطلعها من الفرن ما لحق نظبط شكلها لكم. أنا عامل أشكال، بس خلينا نشوف النهاية فيها. هاي بدايتها زي ما حكيت لازم أدهنها، بحب أحط طبقتين بالأول لأنها يعني رقيقة مرة رقيقة. أيوة، عشان بدي إنه تعمل حماية للحم من الحشو. زبدة ولا سمنة؟ سمن نباتي، واللي بده يحط زبدة بحط زبدة يعني حسب الرغبة. أيوة، الفطائر التركية الأتراك يعني بيدهنوها بدل الزبدة والسمنة بيض وزبادي وحليب. بيض وزبادي وحليب لأيه؟ أيوة، أساس إنه بدل السمنة. هم هيك بعملوها، بس في السمنة ما شاء الله سايحة من مش سايحة، مجمدة من البرد. فأنا عشان بس مشاهدين، طبعا اللحمة ما بنحشيها إنه كتير، بس توزيع بشكل بسيط. فينا نعمل حشوة لحم، أنا عملت حشوة دجاج لأنها أخف دهن، لأني يعني بدها سمن نباتي بعدين، هذا مو سمن حيواني. ما بنحشيها إنه نحشي، بس أشياء متفرقة لأنها هي أكثر من طبقة، يعني مش
بس الحشوة هاي وخلص. لا بنحشيها أكثر من طبقة. في يعني أكثر من طبقة. أيوة طبعا هاي نعملها هيك، وفينا نحشيها لحمة نفس الطريقة. أنا حطيت معها مكسرات، أنا حبيت أختصر عجينة الكولاج لأنها خفيفة ومتواجدة، متابعين يتعودوا علي إني أعملهم السريع، يعني الشيء السهل المتوفر صح. في كل مكان. ما شاء الله تختاري بدائل سهلة ومتوفرة تكون موجودة عندك. أيوة. لأن عجينة الأتراك حلوة هي، بس إنه تشبه تقريبا عجينة الششبرك وتشبه عجينة المطازيز، بس طحين قمح أبيض من دون زيت من دون خميرة، بس لازم تكون جدا رقيقة. بس لا ننسى احنا ندهن بين الطبقات، لأن هاي العجينة ما فيهاش زيت ولا فيها اشي ولا اي دهون عشان تتحمر معانا من كل جهة. طبعا السمنة يا دوب هون حطيت طبعا زي ما حكيت طبقتين. اوكي تقطع العجينة معانا واحنا بنشي. لا لا هو أهم شيء كمان، يعني ذكرت الشيء منيح إنه على طول، يعني ما نتبطأ فيها ناخد راحتنا ونتمشى ونشوف التليفون، لا زي حالاتي أنا باخد متابعيني وأنا ايش بطبخ الطبخة، يا بنساها بالفرن يا بتنشف معي، يعني هيك منيح. اوكي نرد نعمل الطبقة الثانية من البرد الدجاج او اللحم على حسب الاختيار. ايوه او السبانخ، صراحة الحشوات جبنة كمان. هي السبانخ مع جبنة ممكن تعمل اللي بدنا اياه حسب ذوق وحسب ما بتحب. احنا مش كل يعني الاطباق العربية ممكن تناسب اذواقنا، ممكن نضيف او نشيل حط، بس نتبع الطريقة الصح وبعدين حسب ست البيت. بس انا بنصح ما تكتر البصل، تكون اللحم يعني البصل متفاوت فيها، او طريقه الحشو هاي انا عاملها بدون زيت ولا شيء، موجوده بصفحتي عند الكبه عند تشبرك حشو تشبرك، هي نفس الحشو صراحه ونفس حشو السمبوسه. أنا هيك يعني تحسيها متناسقة نفس الشيء، بس البقدونس أو المكسرات حسب الرغبة. أنا زي ما حكيت ما ينكتر، يعني كمان بدي أرد أضيف كمان طبقة. أنا بس بدي أضيف الطبقة هاي. فيك تحطي ست سبع طبقات، صراحة هون ملاحظين أنا حاطة يمكن سبع طبقات بس مش باينة، لأنها جدا رقيقة. ولأنها رقيقة ما تبين إنها سبع وهي أصلا ما بتكون معجنة أعتقد. أيوة ما فيش فيها خميرة، ما فيها خميرة انها تنفش او شيء، لا هي معتمدة على انها جدا رقيقة وانها تستوي على الحرارة. طيب
عجينة احنا نلاقيها فين في السوبر ماركت؟ في موجودة عجينة الكولاج موجودة، كثير شركات بتنتجها موجودة يعني بسهولة. وأنا هاي عامل يعني هذا كله من عربية واحد. أيوة بس أنا حبيت إني قست على حجم الصينية إنه نظبط الشكل. ما ممكن نختار الشكل على حسب الصينية دائري أو مربع أو مستطيل أو حسب هي ست البيت شو بدها. أعتقد عجينة الكولاج هذه ولا يا أيوة عجينة الكولاج. هسه هيك احنا تقريبا خلصناها. اوكي بس انا عشان انبه انه بس نخلص بس نعمل اكثر من طبقه، طبقه الحشو بعدين طبقتين عجين، الحشو طبقتين عجين وفوق طبقتين عجين بس ندهنها مزبوط. طبعا هي بتنحف شوي بالفرن بتمسك على بعض. طيب ايش السبب السكر؟ انا احيانا تتقطع معي هذه العجينه لانها مره خفيفه. يعني انا قبل كذا جبتها. ايوه السرعه لازم بعدين بحنيه يعني انه ايوه بحدني يعني امسكها هيك وسريعة يعني شفتي انا بس مسكت طرفها هيك ما زعت لا بس انه هيك وندحرج عشان بدي اشرح واحدة عن هذا الدور. انت عملتي شكل ثاني صح برضو شفت البداية يعني ايوه استرقت نظر صراحة للصحون. يعني هسه احنا هيك خلصنا بس ما ننسى انه لازم نقطعها بعد ال عندنا هاي خلصتها بعد الشوي ما فينا نقطعها لانه شوفوا بتكون بس احنا انا غطيت فتفت يعني بتكون مقرمشه من برا بس من جوا كثير طريه. وفينا نحط حشوات. انا هاي حشيت صراحه في التوافيق والتبديل حطيت معها جبن الطبقه الاخيره جبن خلاص هون لا ولا شيء حطيت الجبن فوق حسب ما الناس شو بتحب. حطيت انا عند التقديم يعني بالنهايه انا نطيت على اخر شيء الرمان خلاص. وهاي الزينة انا بحب البابريكا صراحة كلون وسمات كحموضة. انت مشهور بسوسات صراحة جانبية رائعة يديك العافية. يعطيك انا بحب بدل ما بحب اخذ الوصفة واخليها زي ما هي لا بتفكري ما شاء الله بحب شيل وحط. بنقطعها مزبوط يعني بالشكل اللي احنا بدنا اياه صح مربعات او مثلثات. يعني هاي المثلثات تيجي زي المثلث يعني تيجي حلو فيها نستخدمها بنعملها مثلا قبلها بوقت وخليها. يعني انا هاي كنت عاملها من الصباح ومخليتها بس سويتها في الاستوديو هاي سويتها الصبح عشان نوفر على المخرج وقت واقدر اشرح للجميع اشغالها دقه الكولاج. ايوه لا مو كثير صراحه والله مو كثير انا حاسه انها سهله لا سهله جدا تصدقي مضيعة مزبين انه هو اخف من العجينة الصح لان العجينة الصح ممكن تتقطع معك وما تكون دقيقة. يعني انا هاي
الان يعني حكيت عن اغلب متابعيني اعجن وخلوها سمك اقل من سنتي دوب رفيعه يعني هيك خلاص ندخلها الفرن. فينا كمان بس ندخلها الفرن ونطلعها زي ما نقلب الكيكة أو نقلب الكنافة نحطها وتطلع شكلها حلو كمان من فوق. هسه أنا هيك خلصنا هاي نحطها بالفرن نخليها شوفوا بفرن الغاز 20 دقيقة لربع ساعة مو كتير. أهم شيء نشوف كاميرا هون ولا مش هون نشوف من تحت يكون لونها زي هاي ذهبي لأنها ما بتتحمل بسرعة يعني ما تاخذ وقت كثير ما تاخذ وقت. أنا عملت هذا الشكل عملت هذا الشكل وهذا الشكل وكل واحد حسب اختياراته. طبعا السماق انا بحب احط البابريكا الصراحه تعطي طعم حلاوه حسب يعني انه مش اجباري كلون على السفرة. بتضيف صراحة الشكل الجميل للطبق لما تضيف فيه البابريكا من فوق أو حتى بعض الأحيان اللون أحيانا برضو بيعطي أشكال حلوة. وكمان السماد بيعطي حموضة. أنا بحب السماد صراحة بيعطي طعم مميز بروح برجع على الفلفل أو نزين بالبقدونس حسب إضافات كل شخص أو زي ما حطيت أنا هون هنأخذ من هاي الأصابع هاي سخنة زي ما حطيت هون بالجبنة يعني الجبنة بتسيح هذه جبنة حطيتها من فوق يس وهاي من جوا هاي في جوا الطبقة الأخيرة. في ناس ما بحبوا الجبنة أنا بعرف إنه ناس عندهم حساسية من الجبنة فيهم يعملوها عادي وزي ما حكيت حشوة لحم بس انا عملت الدجاج بحبه اخف كثير للوزن وكل شيء هاي ما لها مكان بس يلا بحطها هون. طيب ممكن نفس العجينة نستخدمها كمان استخدامات ثانية ايش حتخترعين المرة الجاية بحلة مثلا هي بقلاوة أنا عاملها بصفحتي بقلاوة اخترعت معها مش اخترعت يعني ضفت معها قشطة حطيت طبقة فوق ال لازم تعملي لنا الحلقة الجاية خلص يعني حلقة ما راح صراحة على طلبي أنا المرة اللي فاتت قلت لك أبغاك تعملي لي شيء مالح خلاص ما شاء الله بعد الحلقة أكيد بنذوق الأطباق اللذيذة بس الشيف أكيد بس بدي أحط بدي أحط هاي يعني معناش غير دقيقة واحدة متابعيني أي شيء بدكم استفسار فيني بس ارتاح ما شاء الله وسريع أنت بعد ما شاء الله تبارك الرحمن عشان ربع ساعة هاي صاروخ لازم يعني هذا الصوص هذا ايش؟ دبس الرمان بيعطيها حموضة ولذاذة. في ناس بعصر الليمون أنا موفر عليهم يعني في دبس رمان كثير
طيب معاها، وزي ما حكينا توفيق قلت بعدين نذكرهم بال صفحتك على الانستغرام، ما شاء الله طاقه مميزه ورائعه. هاشتاج سكينة هاشتاج سكينة بالهاء وبالتاء، حطيت لكم اياه عشان ما تتلخبطوا. اي سؤال اي استفسار فيني جاوبكم، وكل الشغل هذا بنزل اول باول وشرح بالتفصيل الممل، اي شيء ممكن نجاوبكم ما مشكله. اكيد طبعا يديك الف عافيه على الطبق المميز اللي قدمتي لنا اليوم صراحه باشكال سهله وخفيفه، يديك الف عافيه. الله يخليك، الله يعطيك الف عافيه سكينة، فعلا اكثر من رائع، يعني اطباق مميزه، يعني سويت لنا اليوم كولاج باللحمه. بس معليش قبل ما نختم، قلت عليها البرك التركيه، برك تركيه بس بالكولاج، يعني نفس الطريقه التركيه الكولاج مختلفه مختلف. ايوه العجينه مختلفه، العجينه راح اشرح، راح اعملهم العجينه خلاص، انا عارف راح يحكوا لنا العجينه. ايضا ان شاء الله ايش الطريقه خلاص ان شاء الله اعملهم. الله يعطيك الف عافيه، شكرا لك يا سكينة. طبعا بالتاكيد اطباق اكثر من رائعه. صح. وأيضا مشاهدينا الشكر موصول لكم، أشكركم على طيب المتابعة، أتمنى تكونوا استفدتم من هذه الحلقة ومن مواضيعنا المتنوعة. أترككم في رعاية الرحمن، شكرا لكم وإلى اللقاء. أكيد شكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم حلقتنا اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من كل المواد والمعلومات اللي ذكرناها اليوم، أتمنى لكم يوم سعيد بإذن الله، اللقاء فيكم يتجدد غدا في حلقة جديدة من برنامج حياتنا.